جاءت هيكلة الجهاز الإداري للدولة متواكبة مع رؤية عمان 2040 وممنهجة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية لتنعكس إيجاباً على هذه الأوضاع الراهنة. أيضاً نلامس ونتحدث عن هذا البعد الاقتصادي الذي تحمله أو التي تحمله هذه الهيكلية مع الأستاذ خلفان بن سيف الطوقي، كاتب اقتصادي بجريدة الرؤية، ينضم معنا عبر الاتصال المرئي. أهلاً وسهلاً بك أستاذ خلفان. أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا للاستضافة. شكرا لك أيضا لمشاركتنا هذه الدقائق في البرنامج، ونتحدث معك كيف ستنعكس هذه الخطوة على الجوانب الاقتصادية في السلطنة. طبعا هذه إعادة الهيكلة هي كانت وعد من مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق في فبراير، نهاية شهر فبراير من 2020 في أول خطاب له بعد الحداد، ووعد بإعادة الهيكلة. طبعا إعادة الهيكلة كما كتبت في آخر مقالة كتبتها في الجريدة، وهي أنه هي ليست ترف إنما ضرورة ملحة، وفوائدها طبعا لن تكون فقط اقتصادية وإنما ستكون اقتصادية اجتماعية سياسية تكنولوجية أيضا وقانونية وتشريعية، فالانعكاسات راح تكون إن شاء الله إيجابية إذا طبعا تم يعني وضع مؤشرات أداء لكل الجهات الحكومية التنفيذية. عملت طبعا هذه الهيكلة على الدمج بعض الوحدات وإعطاء الصلاحيات للمحافظات عبر المحافظين، كيف ستساهم هذه الخطوة أيضا في تنمية المحافظات؟ بالنسبة لتنمية المحافظات حسب متابعتي هو فقط قرار، لكن هذا القرار المفروض تتبعه أنظمة ومن الصعب الحكم عليه لأنه سابق لأوانه. طبعا هذه تعتبر مرحلة أولى لإعطاء صلاحيات أكبر وأكثر في الفترة القادمة، وخاصة مع بداية رؤية 2040، لأنها إحدى التوصيات التي أوصت بها هذه الاستراتيجية الوطنية والتي سوف يبدأ تنفيذها بعد عدة أشهر من الآن. لذلك لا نستطيع الحكم على هذا الموضوع إلا عندما نرى ما هي الصلاحيات الممنوحة للمحافظين ولهذه الجهات. لذلك طبعا التوقع أنها سوف تبدأ عما قريب، لكن سابق لأوانه أن نتكلم عن هذا الموضوع بشيء من التفاصيل، لأنه الذي حصل فقط هو تعيين هؤلاء المحافظين ولكن لا توجد صلاحيات واضحة إلى الآن. هل هي صلاحيات إدارية فقط أم هل هي صلاحيات إدارية ومالية أو كيف الهيكل التنظيمي راح يكون؟ لذلك الموضوع سابق لأوانه. وجهة نظر مقدرة أستاذ خلفان، ومثل ما ذكرت هو طبيعي جدا أن تأخذ بعض هذه المجريات فترة قليلة من الزمن لتتضح ملامحها ولو بالشيء القليل. طيب أيضا هناك أمر لافت للانتباه وهو وجود وزارة للاقتصاد، كيف أيضا ستساعد هذه يعني الوزارة في توجيه دفة الاقتصاد في السلطنة وبالتالي تحقيق رؤى عمان 2040؟ نعم، هذه الوزارة جوهرية ومحورية وكانت موجودة قبل عام 2011، كانت تسمى وزارة الاقتصاد الوطني، لذلك هذه جوهرية ومحورية. وأيضا تحدثت عن هذا الموضوع في عدة لقاءات وقلت أن الوزارة لن تتمكن إلا بوجود منظومة تساعدها. ما هي المنظومة التي تساعدها؟ هي أولا وأهم داعم يساعدها هو مجلس الوزراء الموقر، ثانيا الجهات الإنتاجية أو التي لها علاقة بالاقتصاد أو الجهات جميع الجهات الحكومية المحصلة للموارد المالية،
وأيضا يعني مثلا وزارة التجارة يجب أن تدعمها وتستمع إلى توصياتها وإرشاداتها وتقاريرها. أيضا وزارة العمل، نعم وزارة التراث والسياحة، وباقي الوزارات، البيئة، وهكذا. وانت ماشية، يعني أي جهة لها علاقة بضخ ميزانية الدولة وخزينة الدولة يجب عليها أن تنسجم وتتوافق مع وزارة الاقتصاد، لأن وزارة الاقتصاد هي ليست منتجة في حد ذاتها، لكن هي راسمة للسياسات والاستراتيجيات التي يجب على باقي الجهات الحكومية أن تقوم بها لكي يكون الوضع مساند لخزينة الدولة. أكيد هي منظومة متكاملة مثل ما تفضلت، وكل جهة تساند الأخرى للوصول طبعا للهدف المرجو من ذلك. إذا ما تطرقنا إلى جانب آخر، ألا وهو ما هو الدور أو الأدوار المطلوبة من الموظفين والعاملين بعد التعرف على الهيكلية الجديدة من أجل يعني تسهيل بيئة الأعمال في السلطنة، دورنا كلنا بشكل عام؟ نعم، دورنا طبعا يجب أن أولا يجب على التشكيل الوزاري الحكومي الجديد أن يعيد ثقة المواطن في الحكومة. هذا دور أساسي وجوهري. الحاجة الثانية، يجب علينا أن نكون يعني نزيد من عطائنا، وأن نكون بنائين، و يعني نضاعف من جهودنا لتحقيق هذه المنطلقات. هناك أربع منطلقات يجب أن نركز عليها، وهو خطاب مولانا صاحب الجلالة الذي كان في نهاية شهر فبراير من 2020. المنطلق الثاني تقرير التنافسية. المنطلق الثالث أهداف الأمم المتحدة 2030. المنطلق الأهم من هذا كله رؤية عمان 2040. أيضا يجب أن يمكن رئيس الوحدة وهو الوزير أو مساعديه الوكلاء أو من في حكمهم لإعطائهم إمكانية للقيام بما يجب عليهم وفقا لمؤشرات أداء واضحة. يجب كل رئيس وحدة أن يقدم خطته في بداية العام ويقول أنا سوف أقوم بهذا. نعم، ويجب علينا على مجلس الوزراء أن يمكنه. جميل، طبعا هو ذا التمكين هو المحرك الأساسي المطلوب الآن في كافة الجوانب. نحن نشكر تواجدك معنا الأستاذ خلفان بن سيف الطوقي، كاتب اقتصادي بجريدة الرؤية، وطبعا وجهات نظر قيمة. نشكرك على مداخلتك، يعطيك الصحة والعافية. إذن مشاهدينا، هذه كانت أمسيتنا لهذا اليوم من برنامج من عمان. كل الشكر لكل من تابعنا في هذه الأمسية، ونذكركم وكما أكد معالي وزير الصحة ارتداء الكمامة، التباعد الجسدي، واتخاذ الإجراءات الوقائية، لعلها أبرز ما يمكن الآن يعني الحفاظ عليه في هذه الفترة الراهنة. دمتم دائما بسلامة وعافية، لقاءنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء، ودمتم في حفظ الله ورعايته.